أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. في حلقة هذا الأسبوع سنناقش محورين، الأول حول سوء الخدمات الصحية في اليمن والتدهور المستمر للقطاع الصحي في البلاد، مع أبرز الأسباب والصعوبات التي يواجهها المواطنون في الحصول على العناية الصحية اللازمة، بالإضافة إلى كيفية تأثر القطاع الصحي في السنوات الأربع من الحرب وهجرة الكوادر الطبية خلال هذه الفترة. في المحور الثاني من هذه الحلقة سنناقش صعوبة حصول المواطنين على جوازات السفر والأسباب التي دفعت فروع مصلحة الهجرة والجوازات إلى التوقف عن إصدار الجوازات مؤخرا قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم. سنتابع التقرير التالي والذي أعده الزميل عمر نهمي حول الموضوع الأول في هذه الحلقة حول الوضع الصحي في اليمن. نتابع. لم يكن القطاع الصحي في البلاد بكامل عافيته قبل الحرب، لكنه بعدها أصبح أكثر سوءا ويحتاج إلى علاج عاجل لمشاكله الكثيرة. فقد عمدت الميليشيا فور الانقلاب إلى نهب الميزانيات المخصصة للقطاع الصحي، ما ترك المرافق الصحية دون تمويل لتغطية النفقات التشغيلية، وانقطعت رواتب العاملين فيها، الأمر الذي زاد من حدة تدهور الخدمات الصحية في البلاد. حاجة الناس إلى العلاج أيضا زادت بنسبة كبيرة خلال سنوات الحرب الأربع، فقد ظهرت الكثير من الأوبئة التي كانت قد اختفت عن العالم كالكوليرا والديفتيريا وحمى الضنك، كما تراجعت في المقابل قدرتهم على الذهاب إلى المستشفيات مع تردي الوضع المعيشي وانقطاع رواتبهم. عشرات الآلاف من الضحايا سقطوا بين فكي الأمراض والأوبئة التي لم تكن المرافق الصحية على استعداد لمواجهتها، بالإضافة إلى آلاف الضحايا الآخرين الذين فارقوا الحياة بعد صراعات مريرة مع أمراض أخرى كالفشل الكلوي بسبب انعدام الأدوية وعدم قدرة المرافق الصحية على استيعاب الأعداد المتزايدة يوماً بعد آخر. الأدوية أيضاً أصبح الحصول عليها أكثر عقدة من السابق بسبب ارتفاع ثمنها بأضعاف مضاعفة، فيما يبرر تجار الأدوية ذلك بارتفاع تكاليف الاستيراد وإجبارهم على دفع الرسوم الجمركية والضرائب أكثر من مرة، حيث تؤخذ منهم في موانئ عدن من قبل السلطات هناك، كما تفرض عليهم الميليشيا رسوماً مماثلة في مناطق سيطرتها. تشير الأرقام التي تعرضها تقارير منظمات دولية أن 45% من المرافق الصحية فقط تعمل بكامل طاقتها، وتعمل 38% منها بشكل جزئي، فيما توقف العمل تماماً في 17% من هذه المرافق. كما تعرض أكثر من 400 مرفق صحي للضرر أو التدمير خلال الصراع الجاري، إما بسبب غارات التحالف أو قذائف الميليشيا، بالإضافة إلى مغادرة الكوادر الطبية عالية التخصص مثل أخصائي وحدة العناية المركزة والأطباء النفسيين وأطقم التمريض الأجنبية. وما بين انتشار الأمراض والأوبئة في زمن الحرب وتدهور القطاع الصحي والخدمات فيها، يقف المواطن اليمني على وجعه في انتظار خلاص طال غيابه. إذا تابعنا التقرير حول المحور الأول في هذه الحلقة حول الوضع الصحي في اليمن خلال فترة الحرب. لدينا اتصال أخ محمد من تعز. أهلا بك محمد. أهلا وسهلا. محمد، كيف تقيم الوضع الصحي في المنطقة التي تتواجد فيها؟ بالنسبة للوضع الصحي لا توجد صحة بمفهومها العام. مستشفيات تفتقر لأبسط الخدمات، ومستشفيات خاصة توسعت على حساب المستشفيات الحكومية. لا يستطيع المواطن البسيط أن يتعالج بها في المستشفيات الخاصة لأن التكاليف باهظة. المستشفيات الحكومية أصبحت اليوم أشبه باللوكندات، أمراض ينامون على الطوارئ، لا يوجد في المستشفى حتى حبة إسبرين. لا ندري هل هو استهتار بأرواح البشر أم أنه يعود إلى شحة الإمكانيات والنفقة التشغيلية. هناك العديد من الأمراض والأوبئة اجتاحت بعض المناطق، منها أمراض غريبة لم يكن المواطن يعرفها. بالأمس أطلق أبناء بلاد الوافي هنا في تعيل مناشدة بالتدخل العاجل لإنقاذهم، حيث انتشر وباء الكوليرا وأصاب الكثير من الأشخاص. توفيت امرأة بعد إصابتها بخمس ساعات من إصابتها بالمرض، وهذا مؤشر خطير. السلطات المحلية في تعيل يبدو أنها مش مشغولة في المناكفات السياسية، لا يبدو أنها مهتمة بأرواح البشر. على الأقل يرسلوا محالي الإرواء وإسعافات أولية. سمعنا أن هناك فريق طبي سيتحرك إلى المنطقة، لكن لا ندري هل يعني قد وصل أم أنه سيصل لتشييع الجثامي. أعتقد حتى نكون يعني منصفين، يجب أن نكون منصفين بعض الشيء، أن الحرب سببت بانهيار المنظومة الصحية
بالكامل. تسببت الحرب أيضا في توقف محطات الكهرباء مما زاد من أعباء القطاع الصحي. ثانيا كما ذكرتم في التقرير أنه مغادرة الكادر الطبي الأجنبي كان له الأثر الكبير يعني في تدهور الجانب الصحي، وأيضا إغلاق عدد من المراكز الصحية ومنها مراكز الغسيل الكلوي، حيث تشير التقارير أنه إلى أكثر من 6000 شخص مصابون بالفشل الكلوي يتوفى منهم 2 إلى 3 أسبوعيا بسبب نفاذ المحاليل. أيضا مرضى السكر والضغط يعانون من عدم توفر العلاج. أعتقد حان الوقت أن نقول للحرب أن تتوقف، لأنه يعني بسبب الحرب كان هناك تدهور كبير بالجانب الصحي. طيب إلى أي حد هناك تحسن نوعا ما في القطاع الصحي بعد تحرير المحافظة تعز؟ لا هناك يعني هناك تحسن كثير، لكن نحن نطمح إلى المزيد ينبغي أن هناك الأمم المتحدة الآن رصدت مبالغ طائلة، مبالغ كبيرة في الجانب الصحي، لكن ينبغي على السلطات المحلية وعلى مكاتب الصحة استغلال هذه الموارد. أما إذا بقي على نحن نطمح إلى المزيد، لا يمكن أن يبقى الوضع على ما هو عليه، لأن هناك كارثة الآن، بعض المناطق محاصرة، لا يستطيع المواطنون أن يدخلوا إلى المدينة بسبب الحرب، الميليشيا قطعت عليهم الطريق، لا يستطيعون أن يدخلوا المدينة، ينبغي أن يرسلوا هنا فرق طبية أو محاليل أو أي شيء من هذا القبيل. شكرا جزيلا لك يا أخ محمد من تعز. اتصال آخر الأخ محمد عبد الله من تعز أيضا، أهلا بك محمد. حياك الله أخي. تعليقك ومشاركتك في موضوع هذه الحلقة والذي خصصناها حول الوضع الصحي، ولو تستشهد بأداء القطاع الصحي في المنطقة التي أنت متواجد فيها. أخي ثاني، مشكلة تردي الوضع الصحي في اليمن كلها نتيجة آثار الحرب المدمرة التي انعكست سلبا على الوضع الصحي في اليمن. بالتالي فتصاعد حدة النزاع في اليمن نتج عنه أضرار شديدة بالوضع الصحي وتردي الأوضاع الصحية والمشاكل الغشية والحاجات الأساسية على المستوى الطبي والإنساني. كذلك أيضا هناك كثير من الحاجات لا يتم الاستجابة لها نتيجة القتال والقتل الذي يجعل تقديم المساعدات أمرا مستحيلا، مما ينعكس أيضا سلبا على تردي المرضى الصحي بشكل عام، مما يجعله غير قادر على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين. أخي ثاني، مشكلة الخطاب أو انهيار الوضع الصحي وتردي الوضع الصحي في البلاد، جميع الأطراف مسؤولة عن هذا الوضع. يعني في استهداف عدة مرافق صحية والتي كانت تقدم خدمات طبية وصحية للمواطنين، ولا علاقة لها بالسرعة، في النهاية تقدم عمل إنساني. فهذه تعتبر مشكلة من المشاكل التي تؤدي إلى انهيار وتردي الأوضاع الصحية، والذي يجعله عاجزا غير قادر على تحمل مسؤوليته الطبيه. كذلك عندنا مشكله المرتبات المرتفعه، المرتبات وعدم دفع رواتب الموظفين الدكاتره وجميع المعاملين في المرافق الصحيه اثر بشكل كبير في تدني الوضع الصحي وتقدير الخدمات الصحيه. ايضا بسبب الصراع المستمر لجهات العديد من المستشفيات العامه الى خفض بعض الاقسام مثل غرف العمليات ووحدات العنايه المركزه، مما جعل اغلب المرضى اصحاب الامراض المستعطيه عرضه للمخاطر الصحيه، وكذلك بما فيهم الجرحى والذين تعفنت جرحاهم يعني بسبب الاهمال وعدم الاستجابه من الجهات المختصه وبسبب فشل وتدني الوضع الصحي وتفاقم الوضع اكثر من سيء. كذلك يا اخ سامي، ارتفاع اسعار العلاج والادويه وشحه الادويه وتعطيل مصانع الادويه المحليه بسبب توقف الانتاج، وهذا يعتبر عامل من عوامل تردي وتدني الوضع الصحي. كذلك مشكله نقص الكوادر الطبيه وانعدام الكهرباء نتيجه ازمه المشتقات النفطيه التي خلقتها اثار الحرب. في ثاني، لو معك واحد مريض لا تستطيع ان تحصل على دكتور او مرفق طبي تشخص المريضات، طول اليوم وانت من عياده الى عياده ومن مرفق الى مرفق، اغلق العيادات مغلقه. كذلك واغلب الدكاتره سافروا خارج اليمن، والبعض الاخر نقل عيادته الى مكان امن. هذا ربما محمد له علاقه ايضا بهجره الكوادر الطبيه، الى اي حد تعتقد انها اثرت ومغادرتهم الى المحافظه؟ وكثير من المحافظات ربما غادر الكثير منهم خارج البلاد ايضا بسبب الحرب. ايوه صحيح يا اخي، الكادر الطبي اغلبه سافر خارج البلاد، والبعض الاخر كما قلت لك انه خاف على نفسه من المسلحين حق الشوارع. يعني بطريقه الاداره الوضع سيء للغايه،
يعني نحن نحتاج الى اهتمام وانقاذ من منطلق واجب انساني. ارواح الناس في خطر نتيجه تردي الوضع وتدني الوضع الكارثي هذا. يعني اغلب العيادات مغلقه، اغلب الدكاتره مش موجودين. يعني استمرار الحرب وتراكم الاوضاع الصحيه سواء وسيعرض كثير من الامراض في خطر وسيؤدي الى كثير من انتشار الامراض المزمنه. جيدا من القرار على الوضع الصحي الحشو والفاشل اصلا. حظنا وحلمنا هو احنا كمتضررين ومواطنين هو الحفاظ على الحاصل. الامر يحتاج الى اهتمام بعرضه، يعني بعرضه الاطباء لمزاوله الامر امر ضروري. كذلك هي مسؤوليه الجميع. يعني وفي مقدمه ذلك ايضا يعني الوضع في خطورة يتطلب الى تكثيف الجهود لانقاذ الوضع الصحي، وهذا يتطلب ايضا دور من المنظمات الانسانيه المهتمه بالجانب الانساني وحقوق الانسان والذي يعد اكبر اهميه. وليش الفائده من ذلك؟ اخي السامي، تقرير المنظمات الصحه العالميه قال ان ملايين من اليمنيين لا يقدر الحصول على ابسط الرعايه الصحيه والانسانيه منذ اندلاع الحرب، وان النظام والوضع الصحي يتجه نحو الهاويه، ويتطلب الامر كثير من الجهود والتنسيق والمفاوضات لايصال الادويه والمستلزمات الطبيه الى اليمن بشكل عاجل. لكن لا حياه لمن تنادي. دور المنظمات الانسانيه ايضا تلبي البعض عن بعض الادويه. عقل المنظمات الانسانيه تباع في الاسواق ولا تصل للمواطنين بسبب الفاسدين اللي يبيعوا العلاج الخاص بالمنظمات. يعني يصرح العباد على اليمن تعيش في تدهور كبير في القطاع الصحي نتيجه جراء استمرار الحرب في السنه الرابعه على التوالي، وفي نفس الوقت ازداد الامراض سوءا خاصه المحتاجين الى الادويه. وشكرا. شكرا جزيلا لك محمد عبد الله من تعز. حول الموضوع ايضا لدينا بعض التصريحات والتعليقات من خلال الواتساب نستعرضها معكم. الوضع الصحي داخل مدينة تعز بالأخص يعني مدهور جدا، وذلك لعدم اهتمام الكادر الصحي أولا، عدم اهتمام الصحة من أجل النظافة، نظافة المدينة برضو كانت أمراض كنا ما نعرفش من قبل زي الكوليرا، الضنك، وجاءت وذهبت ورجعت من جديد. ليش؟ عدم الاهتمام أصلا. وبعدين ما فيش معانا كادر طبي، الكادر الطبي خارج المدينة، واللي داخل المدينة الذي كانوا في المستشفيات كل واحد يشتي البياس، كل واحد فتح له عيادة. طيب اللي يفتح له هذا عيادة، طيب المواطن هذا من فين يجيب؟ الوضع الصحي بشكل عام في مدينة تعز يعني أصبح وضع صعب جدا بسبب انتشار الأوبئة وعودة بعض الأوبئة التي كانت من قبل قد تم القضاء عليها باللقاحات وبالأدوية، يعني بشكل عام عادت بسبب تراكم القمامات في الشوارع، بسبب الحرب، بسبب الحصار، بسبب الدخاخين الناتجة عن احتراق القمامات في الشوارع، بسبب الدخاخين الناتجة عن احتراق الباروت اللي هي ناتجة عن القذائف. وطبعا لا يوجد مراكز متخصصة لعلاج هذه الأمراض التي كنا قد استأصلناها بشكل عام من مدينة تعز أو من بعض المناطق. لا يوجد مراكز متخصصة، يعود السبب إلى يعني غياب بعض الكوادر الطبية من مدينة تعز بسبب الأوضاع الصعبة المالية. طبعا كذلك في هناك ارتفاع بأسعار الأدوية بشكل مخيف نتيجة الحصار القائم على اليمن، على الحصار القائم في المواني، كون يعني ممنوع دخول الأدوية، ممنوع الاستيراد، كذلك بسبب ارتفاع الدولار. وبسبب لدينا اتصال من المملكة العربية السعودية الأخ محمد منصور. أهلا بك أخ محمد. أهلا وسهلا، حياك الله. تعليقك ومشاركتك في هذه الحلقة حول الوضع الصحي باعتقادك، ما هي مكامن الخلل اليوم في القطاع الصحي؟ السلام عليكم. الوضع الصحي في اليمن جاء من خلفية تاريخية قديمة. أولا الثقة مش موجودة ما بين الكادر الصحي وبقية الشعب، هذا يحتاج له أول حاجة الثقافة الأسرية، الشخص، المدارس، دور المدارس، دور الإعلام. للأسف
في جاب كبير جدا بين الجميع. انا اعمل هنا في المملكه العربيه السعوديه، الوحيد اليمني لما تدخل تقول له علاج هذا ممنوع الا بواسطه طبيه يقول لك يا رجال اعطينا، يعني ما فيش ثقه ان علاج هذا ممنوع او هذا بيضرك او هذا العلاج بيمشي على السياسه محدده. نفس الوضع عندنا في اليمن، اي علاج ممكن اسرف او اي حاجه بدون اي واسطه طبيه. التهريب معك الادويه في اليمن موجوده بتقريبا 60% من السوق اليمنيه موجود فيها تهريب الادويه او مزوره وهي اسوا من ذلك. الكادر الصحي الان مع وجود الحرب تقريبا اكثر غادر البلاد. التعليم في المدارس ما فيش اي تشجيع للطلاب او تعليمهم على اهميه صحه الشخص، كيف يهتم بصحته وان العقل السليم في الجسم السليم يتم تطبيقه عمليا جوا المدارس او تحفيز او تعليم لهم. الاسره نفسها ما فيش محاضرات او تعليم عن الصحه، متى الشخص اهتم بنفسه بدايه. الإنسان هو محور الاهتمام، لو اهتمت أنا بالشخص، اهتمت بالأسرة، اهتمت بالمجتمع، نوصل إلى مساس أفضل مما نحن فيه الآن. كل يمر في اليمن هي تراكمات سابقة، ما فيش تثقيف لها، ما فيش لها تعليم، ما فيش لها اهتمام، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي وجود النظام السابق، الفساد النظام السابق، كان كل اللي يتم عبر الفساد كان يتم عبر شخصيات تكون نافذة في الدولة نفسها. طيب الآن الحرب بالتأكيد أثرت على القطاع الصحي كما أثرت على قطاعات أخرى، ربما تأثير الأكبر هو أيضا هجرة الكوادر الطبية خارج البلد. المنظمات الدولية والمنظمات المعنية اليوم بالقطاع الصحي إلى حد ما هي تحاول أن تسهم في التخفيف من هذه الأزمة، هل تعتقد أنها أوجدت بدائل أو ربما وفرت بعض الاحتياجات الضرورية والأساسية في هذا القطاع الصحي؟ فعلا مشكورين من منظمات الصحه العالميه، منظمات العالميه اوجدت بديل، لكن البديل غير فعال على انتشار على مستوى الجمهوريه اليمنيه كامله. اول حاجه المعوقات اللي موجوده، مناطق بعيده، مناطق فيها مناطق صراع ما يقدروا يوصلوا لها. الفساد الموجود سابقا وبعض الناس اللي دخلوا على المنظمات من اجل الربح، هذا اثر على السوق اليمنيه واثر على الادويه بشكل عام. في اليمن انت صار الان الادويه المنظمات والادويه الخارجيه هي تبتاع في الصيدليات بحاجه محدده بدل ما كان سعرها غالي. لكن مشكورين اكيد انهم اوجدوا بديل، ويعتبر الان بالوقت الحالي حافظوا على الجزء الاقل، نقدر نقول من على الجزء الاقل من الصحه للناس او تثقيفهم او الاهتمام بهم، خاصه الناس اللي مش قادره تاخذ الادويه او مش قادره توصل المستشفيات او تتعالج لها. شكرا جزيلا لك اخ محمد منصور من المملكه العربيه السعوديه. حول الموضوع ايضا لدينا بعض التعليقات من خلال الفيسبوك نقراها معكم. الاخ محمد يقول يكافح اليمنيون في بلدهم من اجل البقاء، ليس واقع الحرب فقط بل ايضا الظروف الصحيه المتدهوره، ما يسببه الوضع المعيشي وغياب دور القطاع الصحي الحكومي في المناطق المحرره والمناطق الواقعه تحت سيطره الحوثيين الذي يشهد انهيار تام بسبب الاهمال والارتكان على المنظمات الدوليه في مجال الصحه. معاذ يقول يعاني القطاع الصحي اليمني من العديد من الأزمات والتي تراكمت وتضخمت على مدار عقود من الزمن، وكان ولا يزال جانب الاقتصادي جانب أساسي لمعظم هذه التحديات. عبد الفتاح يقول القطاع الصحي في البلد منقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول يقدم خدماته بنوع من المهنية إلى حد ما ويفرض تكاليف لا يقدر عليها إلا أرباب المال من التجار والسرق على حد سواء. القسم الثاني كما يصنف يمكن وصفه بأن محاولات بسوق نستطيع تسميته بالسوق الصحي، ويشترك في هذا الصنف المستشفيات والمراكز الصحية وتجار الدواء الذين لا هم لهم إلا جني المال وهم الغالبية. القسم الثالث القطاع الحكومي وهي المستشفيات والمرافق الحكومية التي كانت تقدم خدماتها مقابل رسوم نسبية، وقد انتهى ذلك القطاع تماما وأصبح في عداد الموتى، وهو أول قطاع أصابه الشلل من مرافق الدولة. وديع يقول الصحة في اليمن صحة تجارية، لا فرق بين أن تفتح لك مؤسسة تجارية أو مؤسسة صحية، وإطلاق لقب ملائكة الرحمة على الأطباء خصوصا في اليمن جريمة يجب أن يحاكم مرتكبها. وصلنا معكم الآن إلى المحور الثاني في هذه الحلقة، سنناقش في الصعوبات التي تواجه المواطنين للحصول على جوازات السفر وسبب توقف إصدارها مؤخرا. بإمكانكم التواصل والمشاركة معنا من خلال أرقام الهاتف الظاهرة في أسفل الشاشة. لدينا اتصال،
من تعز مجدي القباطي. اهلا بك اخ مجدي. اهلا اخي سامي، مرحبا. اهلا مجدي، برايك ما هي الصعوبات اليوم التي تواجه المواطنين في استخراج جوازات سفر؟ نعم، بالنسبه للجوازات في في مطلع العام 2015 توقفت مصلحه الجوازات في تعز بسبب انه كان مركز اصدار الجوازات في الحوبان واستهدف من قبل طيران التحالف. توقفت اصدار الجوازات في تعز لمده سنتين تقريبا، وفي هذه الفترة عانى أبناء تعز كثيرا، حيث كان أغلب أبناء تعز الذين يريدون قطع جوازات لأغراض السفر لأغراض مختلفة كان يضطر للسفر إلى صنعاء أو إلى مأرب لاستخراج جواز، وكانت تخرج يعني تكاليف استخراج الجواز في تلك الفترة كانت تتجاوز 70-80-100 ألف. تمام، هذا بالنسبة للوضع السابق. بالوضع الحالي الآن، هل ما زالت عملية استخراج الجوازات من تعز مستمرة أم توقفت؟ نعم، في شهر 7 افتتحت مصلحة الجوازات في تعز مجددا، وبدأت إصدار الجوازات وخففت على أبناء تعز الكثير من المعاناة، واستمرت لفترة طويلة، وكانت مصلحة الجوازات مصلحة تعمل بشكل شبه مثالي، وأدى إلى أن كثير من أبناء المحافظات المجاورة يأتون إلى تعز لأغراض استخراج الجوازات. في الفترة الأخيرة، في الأشهر الأخيرة، أنا أحد الذين عانوا من توقف الجوازات. طبعا تقريبا قبل 4 أو 5 أسابيع ذهبت إلى مصلحة الجوازات لاستخراج جواز بدل فاقد، وتفاجأنا بعد اكتمال المعاملات بأن الجوازات توقفت، وأن الدفاتر الخاصة بالجوازات استنفذت، و الدفاتر يعني الدفاتر تأتي من خارج من احدى الدول الأوروبية. الآن حاليا الجوازات متوقفة في تعز تقريبا منذ 4 أو 5 أسابيع، ولا يستطيع احد استخراج جواز سفر. طيب، شكرا جزيلا لك مجدي. اتصال لدينا من مأرب، مدير الجوازات هناك الأستاذ عبد السلام البشير. اهلا بك أستاذ عبد السلام. حياك الله أخي سامي، وحيا الله بجميع المشاهدين وبقناة بلقيس، القناة المنصة الحرة لجميع المواطنين. شكرا جزيلا لك ولتجاوبك معنا المشاركة. لو في البداية نضع المشاهدين أمام الأسباب الأخيرة الآن لإيقاف إصدار الجوازات، ما هي الأسباب ولماذا توقفت عملية الإصدار، ومتى يمكن أن تعود عملية إصدار الجوازات؟ عوامل كثيرة لتوقف الإصدار. إحنا ما زلنا يعني نستقبل المواطنين ونعاملهم كما في الأيام السابقة، لكن هناك يعني توقف مفاجئ لصرف كروت الجوازات من قبل رئاسة المصلحة. تواصلنا معهم للبحث أسباب عدم ارسال هذه الكميه لهذه الفتره. برروا لنا بانه الجوازات تاخرت في الطباعه من الشركه الام التي تطبع الجوازات تتعامل فيها في الخارج. لكن ما زلنا احنا الان حاليا نستقبل الاخوه المواطنين وتجري المعاملات كما كانت في السابقه، مع ابلاغهم بان الكروت يعني لم تكن متوفره، يجب عليهم الانتظار حتى الوفاء من قبل الإخوة في رئاسة المصلحة. لكن ما زال هناك كمية بسيطة أخرناها لإعطائها للحالات الحرجة مثل الجرحى والأمراض الخطيرة، وكذلك طلبة أصحاب المنح الدراسية والإخوة المواطنين المقيمين في الخارج الذين لديهم تأشيرات عودة اضطرارية، فنحن نلبي طلباتهم اولا باول. طيب، الان التوقف في كل الفروع المصلحه ام في بعض الفروع فيما يخص بسبب اشكاليه الدفاتر كما تقول والكروت وتاخرها من الشركه المختصه بذلك؟ اخي العزيز، هو بالاصح انه كان حتى اذا تاخرت هذه الشركه كان الأحرى بالإخوة في رئاسة المصلحة أن تكون لديهم كميات احتياطية تفي بطلبة الإخوة المواطنين. فلا ندري لماذا لم تكن هناك كميات احتياطية،
ولا ندري ما هي السبب الحقيقية لتأخر الطباعة. ولذلك نحن نقدم من خلالكم ومن خلال منبر قناة بلقيس لدى الأخ رئيس الجمهورية والأخ رئيس الوزراء والأخ وزير الداخلية للتحقيق في أسباب تأخر طباعة الجوازات. يعني أضف إلى ذلك يعني نشعر أن هناك أيادي خفية تعمل على عرقلة الجوازات في السلطات الشرعية لخدمات سلطات الانقلاب، لأن الجواز اليمني ومصلحة الهجرة والجوازات هي مصلحة سيادية تعبر عن السلطة في الدولة وعن قوة الدولة وعن الخدمات الفعلية التي تقدمها الدولة وتلتزم فيها الإخوة المواطنين. أنت أشرت إلى نقطة مهمة، كيف أيوة. أن التوقف اليوم في إصدار الجوازات ربما يخدم الانقلابيين؟ كيف يخدم الانقلابيين؟ الإخوة المواطنين لديهم ظروف حرجة من أمراض، من طلبات يعني للعمل خارج البلاد، للإخوة الطلبة اللي لديهم منح دراسية، للحالات المستعجلة للجرحى. فيضطر المواطنين في النهاية أنه يتجهوا إلى فروع الانقلابيين لاستخراج جواز، والواقع بيفرض بعدين أنه يسمح لهم بالسفر. فالموضوع جد مهم، نرجو من الإخوة في السلطات الشرعية مثلا بالأخ رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، والأخ رئيس الوزراء والأخ وزير الداخلية ببحث أسباب تأخر طباعة كروت الجوازات ومحاسبة معاقبة المسببين في ذلك. طيب استاذ سلام، الى اي حد ما زالت الجوازات الصادره من المناطق الخاضعه لسيطره ميليشيا الحوثي ما زالت مقبوله وساريه المفعول ويتم التعامل بها؟ سمعنا عن تعميمات تصدر من الرئاسه والحكومه بانها غير مقبوله ربما هذه الجوازات، هل ما زالت ممكن العمل بها؟ لا اخي العزيز، لم يكن معمولا بالجوازات الصادره من سلطات الانقلاب نهائيا، جرى التعميم في ذلك، وصرحنا اكثر من مره في اكثر من قناه انه لم يعد يعني التعامل مع هذه الجوازات ساري، وكثير من الاخوه المواطنين ياتون الينا بالجوازات الصادره الحديثه ويستبدلونها بجوازات صادره من فروع السلطه الشرعيه. لكن هناك أيادي خفية تعمل على إعادة فرض واقع لقبول هذه الجوازات بضغط من الإخوة المواطنين المضطرين والمحتاجين للسفر للعلاج ويعني قضاء حوائجهم خارج البلاد. طيب، هو في حديث الآن خلال هذه الفترة عن إمكانية التسهيل على الناس بسبب الضغط الحاصل أنه يتم العمل بالجوازات الصادرة من مناطق الحوثيين، هل يمكن الاستجابة لهذا المطالب في ظل الأزمة الحاصلة تعتقد؟ والله أنا أرى أنه المؤشرات تسير في هذا الاتجاه من خلال توقيف يعني صرف كروت الجواز اليمني من قبل رئاسة المصلحة، ولم يوضحوا لنا ما هي السبب الفعلية في الاستمرار بإيصالنا بهذه الكروت، لأن الواقع في النهاية بيفرض على المواطن أنه يتجه إلى فروع الجوازات في سلطات الانقلاب تحت ضغط يعني ظروف صعبة يعني. طيب، إلى جانب توقف إصدار الجوازات كانت هناك إشكالية لدى الكثير من المواطنين الراغبين في استخراج جوازات، وهذا سؤال أخير أستاذ عبد السلام، حول التكاليف المالية أنه يتم التلاعب في هذا الموضوع، هل هناك رسوم رسمية يمكن أن تضعها أنت الآن كمسؤول أمام المواطنين نتعرف عليها؟ لأنه يحدث تلاعب هناك لمن يريد الجواز بشكل مستعجل عليه دفع مبالغ إضافية ورسوم تدفع تحت بنود غير معروفة ولا بسندات رسمية أيضا. أخي العزيز، يعني فروع مصلحة الهجرة والجوازات وبالأخص فرع مصلحة الهجرة والجوازات في مأرب نتعامل بالسند الرسمي وبالرسوم المحددة من قبل رئاسة المصلحة
والتي في يعني سندها 6500 ريال بسند رسمي، وجميع الأخوة المواطنين ممكن أن تسألهم بالسند الرسمي، لا يدفع إلا المبلغ المحدد بالسند الرسمي فقط 6500 ريال فقط لا غير، وأنا مسؤول على ذلك فقط لا غير. شكرا جزيلا لك وأشكرك على كل هذا الوقت الذي أتحته. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد السلام البشير مدير الجوازات في مأرب، شكرا جزيلا لك. اتصال آخر الأخت عايدة من دمار، أهلا بك عايدة. أهلا وسهلا أستاذي. عايدة، هذه الحلقة المحور مخصص لموضوع صعوبة الحصول على الجوازات، وأنت في منطقة ربما هي تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، ما هي البدائل أمامكم؟ هل لك تجربة فيما يخص إصدار الجواز في منطقة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة؟ حدثينا عن تجربتك. بحدثك عن تجربتي مع قطع جواز السفر. في البداية بسبب سوء الأوضاع باليمن من انهيار العملية التعليمية، قررت أني وإخواني أنه نبحث عن تعليم جيد واللي متواجد في المنح الخارجية المقدمة حاليا. كنت كل ما عندي نقدم لأي منحة مكتوب في أول شرط أنهم يشتروا جواز سفر. طلعت للعاصمة معه قبل 3 أسابيع من وقتنا الآن أنه أقطع جواز سفر. كثير هنا خوفوني إن الجوازات مش محترف فيها، جوازات صنعاء. رجعت لدمار وما قطعت جواز سفر. بدأت أفكر بفكرة جادة أني وإخواني إنه نروح نقطع جواز سفر، يا إما من فعز، يا إما من مأرب، يا إما من عدن. مبالغ كثيرة راح نصرفها أثناء ما نذهب عشان نقطع جواز السفر في إحدى هذه المدن. بس حاولنا عشان نضح علينا فرصة زي هذه الفرصة المتوفرة حاليا للمنح. بدأنا قبل أسبوع ونص إنه بدأنا بشكل جدي حنروح مأرب عشان نقطع جواز سفر. تواصلنا مع إحدى الموظفين هناك في مأرب، قالنا إنه حاليا ما يتمش قطع جواز السفر إلا لأسر المرضى للجرحى أو للمرضى أو للمنح الذي هي بيد تكون خارجة الفيزا، إن إحنا نروح هناك ونحاول، وإذا كان في استثناء رح يعطونا جواز سفر، إذا مش أي استثناء لنا مش حيعطونا جواز سفر. فمخاطرة زي كذا، إما راح أكون جبت فيها جواز سفر أم إما لا مش راح أقدر، كان صعبة جدا. ورجعت عدت حساباتي من جديد وقررت إنه أتخلى عن حلمي الدراسي إلى حين حل الأوضاع في اليمن والاعتراف بالجوازات أو توفرها يعني في هذه المدن. طيب شكرا جزيلا لك عايدة من دمار. حول الموضوع أيضا لدينا بعض التصريحات من خلال الواتساب نشاهدها معا. قد كان خطوة حلوة لما افتتح الجوازات وتسهل المواطنين بالمناطق المحررة زي داخل مدينة تعز وعدن ومارب السفر. في ناس الشيء يخرجوا يتعالجوا، في ناس الشيء يخرجوا يشتغلوا، في ناس الشيء يخرجوا من جو الحرب اللي نعيش هنا داخل البلاد. لكن الآن اتقفل الجوازات ومن الصعب إن حتى تخرج المناطق الحوثة لقطع جوازات، تستصعب لنا. وفي ناس مش قادرين أصلاً يخرجوا المناطق هناك لو خوفاً لمتسكوا من الحوثة. أعتقد إغلاق مكتب الجوازات في محافظة تعز شيء غلط أنا ألاحظ فيه، ولمبررات إنه يجوا ناس من خارج المحافظة يقطعوا جوازات يقولوا إنهم حوثة أو ما شبه ذلك. بعينه إغلاق المكتب غير صائب. ليش ما يعملوش تحقيقات مع أي واحد يجي يقطع جواز؟ مثل المصلحة الأحوال المدنية البطائق، تعرف من عقل حارة، شهود، ما شبه ذلك، ويتبعوا خطوات زي كذا. في أعتقد طرق كثيرة لحل هذه المشكلة إذا تكتفت الجهود مع المعنيين أو المختصين في هذا المجال، أعتقد بيجدوا حلول. أما إغلاقه فإغلاقه أنا أعتبر أنه أمر خاطئ وغير صحيح، يدل على عدم قدرة العاملين في هذا المكتب إيجاد أي حلول. فيه هيئة إدارية أو تسلسل إداري، كل واحد يجي مقترح يعملوا اجتماع ويجدوا اقتراحات لحل هذه المعضلة الكبيرة. أما إغلاقه يعني كأنك حصرت محافظة تعز أنت من الداخل. الآن واحد يحاول أن يقطع جواز، فين يروح؟ ينزل عدن. تابعنا هذه التصريحات حول صعوبة الحصول على جوازات السفر وتوقف العملية. لدينا اتصال الأخ محمد عبد الكريم زميل صحفي في المأرب، أهلا بك محمد.
اهلا وسهلا بك. باعتقادك محمد، هذه اليوم الصعوبات في اصدار الجوازات، هل لها علاقه ربما ايضا بالضغط ورغبه الكثيرين بالسفر؟ نعم، هي عدة أسباب أدت إلى أن تشكل عائقا أمام المواطنين في هذه المسألة، مسألة قطع الجوازات من المكاتب، وهي نقل الجوازات من المكتب الرئيسي من صنعاء إلى فروع ليست مؤهلة لاستقبال أعداد كثيرة كالأعداد التي يستقبلها مكتب مأرب والأعداد التي كان يستقبلها مكتب فوز. هذه الأعداد أدت إلى أيضا هناك عامل آخر ساهم في أن الجوازات في إصدار الجوازات، وهي فتح العمرة، وهذا أدى إلى أيضا عامل رئيسي في الازدحام لقطع الجوازات، وهي الترخيص الذي شهدته الوكالات. المعتمر يؤخذ منه تقريبا 300 ريال سعودي، أدى بالمواطنين إلى قطع الجوازات من أجل أن يدخلوا يعتمروا. زحمة الجوازات لها عدة أسباب كما ذكرت، وأبرز هذه الأسباب هي عدم كفاءة المكاتب التي نقلت التي أسست هنا في مأرب وأيضا في تاه، وعدم تهيئتها لاستقبال أعداد كبيرة وغير متوقعة كما كان تتوقع الحكومة الشرعية. هنا في مكتب مأرب عملت الحكومة على مكتب واستقبال أعداد كبيرة، الازدحام متواصل في مأرب، هذا الازدحام لا زال مستمر حتى اللحظة. أدى تواصلنا مع المكتب ومع إدارة المكتب، فاضطروا إلى أن يفتحوا ساعات الدوام من أجل استقبال أكثر أعداد ممكنة من المواطنين. شكرا جزيلا لك زميل الصحفي محمد عبد الكريم من مأرب. حول الموضوع أيضا لدينا بعض التعليقات من خلال الفيسبوك نستعرضها معكم. توفيق يقول أمر طبيعي نفذت الجوازات نظرا لإقبال الشديد عليها من قبل المواطنين نتيجة فتح العمرة بأسعار زهيدة، وكذلك تسابق المواطنين على الحصول على الجواز رغبة في مغادرة البلد بسبب الحرب، وهناك جوازات تطبع حاليا، بمعنى أن الأمر طبيعي جدا وسبق أن تكررت هذه المشكلة. سليم يقول توقف إصدار الجوازات بحجة عدم توفر كروت مقابل منع السفر بالجوازات الصادرة من مناطق سيطرة الميليشيا يعكس صورة واقعية عن فشل الشرعية في توفير أبسط شيء يعبر عن رمزية الدولة، فالجواز رغم المبالغ الكبيرة التي تدفع مقابل الحصول عليه، ومع ذلك صار هذا الحق صعب في ظل شرعية فاشلة، بالإضافة إلى حدوث عملية بيع ومتاجرة بالجوازات وبيع الجواز مقابل 60,000 ريال يمني بدون السفر لأماكن قطع الجوازات. العملية بدأت من فترة بسبب الهوامير في مصلحة الجوازات داخل اليمن وخارجه، كثير من حوثيين وآخرين حصلوا على جوازات من عدن ومأرب وتعز، وكل شيء بحسابه. نحن نعيش في ظل شرعية متهالكة وتحالف تائه وانقلاب لا يرحم، ليدفع المواطنون الضريبة وليكون الموت أحد هذه الضرائب. وصلنا إذن لختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج المنصة، نلقاكم الأسبوع القادم في أمان الله.